الرئيس السيسي يتفقد مركز النقل المتكامل ومشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة. الأمم المتحدة ترحب بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة بليبيا وتدعو جميع الأطراف للعمل مع السلطات الجديدة. والشرطة البريطانية تقول إنها تحقق في حوادث عنف بجنوب لندن تضمنت عملية طعن قاتلة. الثالثة صباحاً، الواحدة بتوقيت غرينتش. موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلاً بكم. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مركز النقل المتكامل بمساحة 300 فدان، والذي يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي. ووجه الرئيس بأن يتضمن مركز النقل الجماعي بمحطته الدولية كل الخدمات على أحدث مستوى بقدرة استيعابية كبيرة، ليتكامل مع التطوير الدائم الذي تم مع شبكة الطرق المحيطة به، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية من وإلى المركز. كما تفقد السيسي مشروعات تطوير طرق ومحاور مناطق شرق القاهرة، ووجه بالإسراع في معدلات التنفيذ والانتهاء من تلك المشروعات. رحب السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة في ليبيا، داعيا جميع الأطراف الليبية والدولية إلى احترام نتيجة التصويت. وناشد غوتيريتش في تصريحات صحفية جميع الأطراف بالعمل مع السلطات الجديدة في ليبيا، مضيفا أنه من الضروري توحيد ليبيا والمضي قدما نحو السلام. أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قراراً يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها. وقال القضاء إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية. قالت وزيرة المالية السودانية هبة محمد علي إن بلادها ستتخذ قراراً بتعويم العملة عندما يكون لديها ما يكفي من الاحتياطات الأجنبية، موضحة في مقابلة مع وكالة رويترز أن توقيت تعويم العملة محدد بتوفر الظروف المناسبة حتى لا يكون هناك قفزة كبيرة في سعر الصرف. وكشفت الوزيرة السودانية عن أن الخرطوم يجري محادثات مع عدة أطراف للحصول على قروض ومنح بعد رفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. أعلنت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع عدة حوادث عنف وقعت جنوب لندن وتضمنت عملية طعن قاتلة. وأوضحت شرطة لندن عبر تويتر أنها تحقق في ملابسات هذه الحوادث، مضيفة أنه لا توجد في الوقت الحالي معلومات تدفع للاعتقاد بأن هذه القضايا مرتبطة ببعضها. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 540 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة. وأشار دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إلى خروج 421 متعافياً من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 131 ألف حالة. أعلنت السلطات اللبنانية عن تخفيف تدريجي للقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا. وقال وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال محمد فهمي خلال مؤتمر صحفي إن جميع القطاعات ستفتح تدريجيا على أربع مراحل، موضحا أن المرحلة الأولى تبدأ في الثامن من الشهر الجاري وتستمر أسبوعين، لافتا إلى أن شرط الحصول على إذن بمغادرة المنازل سيظل ساريا. مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الموجز، وفي النهاية نحيط علم سيادتكم
بأن تردد إكسترا نيوز الجديد هو 11785 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب رأسي. نلقاكم من جديد على رأس الساعة.